وإلى إقليم والداي، حيث تم مؤخرا افتتاح مركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة أبشة حاضرة الإقليم من قبل الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات. المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. تقرير أحمد آدم. المرحلة الثانية من سلسلة افتتاح المراكز الأحلية متعددة الوسائط للاتصال والإعلام كانت بمدينة أبشة عاصمة إقليم والداي، وهي المراكز التابعة لوكالة تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال أداتيك، في ظل مهمتها التي كلفتها بها الحكومة لتطوير وتوفير سبل الاتصال المختلفة الحديثة. وحفل مركز أبشة ترأسه الأمين العام لوزارة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للاتصال بحضور محافظ مقاطعة دوارة والمدير العام لوكالة أداتيك والسلطات الإدارية المدنية والعسكرية بالمنطقة. وبعد الترحيب الذي قدمه النائب الثالث لعمدة بلدية أبشة، تحدث المدير العام لوكالة تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال آدم عبد الرحمن أنو، حيث أعطى شرحا مفصلا لمؤسسته التي كلفت من قبل الحكومة لتطوير تكنولوجيا الاتصال ورفع كفاءات أفراد الإدارة العامة والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في خفض الهوة في الشرق الإلكتروني بين العالم المتقدم وعالمنا. ومحافظ مقاطعة دوارة هارون تشونغ تشونغ قال أن مركز أبشة هو شرف لشباب المنطقة ووفاء لرئيس الجمهورية بعهوده للشباب، مفتتحا المركز رسميا الأمين العام لوزارة البوسطة حسين إبراهيم عبد الكريم. تناول في حديثه مصادر الدعم لتأسيس المركز والخدمات التي يقدمها، من ذلك ناشد السكان بالمحافظة عليه. وتم قص الشريط رسميا لافتتاح المركز، والذي يدوم بجانب مكاتب الموظفين صالة للمقهى الإلكتروني وصالة اجتماعات ودراسة وصالة لتخزين المعلوماتية وسبل الراحة المتعددة. مركز مدينة أبشة واحد من المراكز التي شرعت الحكومة لبنائها في جميع عواصم الأقاليم الوطنية.